البحر والأمواج، إنها رائعة. نعم بالفعل، وانظر لقد جاءت الدلافين وأسود البحر لتحيينا. إذن حلقة اليوم ستكون عن الدلافين؟ حسناً، حلقة اليوم لن تكون عن الدلافين وحسب، بل عن العديد من مختلف أصدقائنا الحيوانات التي تعيش في الماء. سنلقي عليها نظرة ونرى كيف تعيش تحت الماء. الدلافين تدعونا للدخول في عالمها. من الأفضل ألا نرفض دعوة كهذه. خذ نفساً عميقاً ولنغطس تحت الماء. حسناً جدتي، فلنسمع ذلك. إنك تعرفين الكثير عن الطبيعة. أوه، ما هذا؟ لديها أجنحة. هل هي نوع من طيور تحت مائية؟ لا لا، هذه أسماك الشفنين. إنها نوع من أسماك الراي اللاسعة. هل أسد البحر خائف منها؟ قد تبدو هائلة ومخيفة، لكنها لا تقصد الأذى لنا أو لأسود البحر. إنها تأكل العوالق البحرية وحسب. العوالق البحرية هي أحدى أصغر الكائنات في الماء، حتى إنك أحياناً تعجز عن رؤيتها بالعين المجردة. ليس مثل هذه الصغيرة؟ إنها أسماك صحيح؟ نعم، هذه أسماك ومرجان. دعنا نلقي نظرة أقرب. ما الذي تفعله هذه؟